حبايبي جريد فور، الراجل ده بيقول لي expanded form of number. يعني expanded form اس افهم، expanded form يعني النمبر ده اخد الوانس لوحده ممكن، طب التنس لوحده ممكن، الهندرد لوحده، ثاوزن لوحده، تن ثاوزن لوحده. استنى يا مستر انا مش فاهم، تعالى يا حبيبي انا ابدأ منين؟ ابدأ منين؟ الوانس هنا كام؟ 3. تعالى نبص 3 3 3 3 ايه ده؟ كلهم يا مستر الوانس 3. سيب الوانس اروح لمين؟ ده زيرو يبقى ملعبش معاه. اروح للهندرد، الهندرد كام؟ 6. تعالى بقى نكمل، بص بقى المفاجأة، بص حبيبي ده التنس بتاعه كان كام؟ تعالى هنا التنس كام؟ بص كويس 60. يبقى ده مش ده، يبقى انت خرجت بره اللعبه. هنا التنس كام؟ 60. يبقى برضه ده خرج بره اللعبه. تاني انا مديك نمبر بقول لك اكسباندد، وانس لوحده، تنس لوحده، 100 لوحده. الراجل ده الوانس بتاعه 3، التنس زيرو. ستوب، ده عنده تنس، ده ما عندوش، انت بره، بره. ده ما عندوش تنس، ده عنده، خرجوا. يبقى انا هبتدي اشوف الاثنين دول. نكمل ال 100 هنا 6 اهي اهي، نكمل ال 1000 5 اهي 5 5، نكمل 10000 10000. بص هنا بقى ايه؟ يبقى خارج بره اللعبه. ادي حبيبي لعبه الاكسباندد. طب ممكن تيجي بشكل تاني يا مستر؟ اه حبيبي تعالى اوريلك. رايت ذا اكسباندد فور، قول دي عايز اتعلم اعمل اكسباندد. اقول له يا مستر لما تقول لي اكسباندد انا معايا، سوري بابا اداني 20 باوند بنك نوت وقال لي عايزين نعمل ايه؟ نروح كده للسوبر ماركت قول له فكها لي. فممكن احمد يرجع لي بتو تنس مش كده؟ يبقى ال 20 ممكن احمد كان يفكها 10 و 10 صح؟ اه ممكن حد تاني يقول له 5 و 5 و 5 و 5. كلام جميل. احنا بقى المره دي انا معايا لارج نمبر، معايا لارج. بص بقى انا بفضل اقول ابتدي بالوانس. هو الراجل ده عنده وانس؟ كام؟ اكتب الوان واقول بلس. طب ممكن ابدا من هنا اكتب الوان؟ انت حر. المهم ابدا بالوانس، عندي وانس ولا ما عنديش؟ طب ما عنديش خلاص باي باي، اروح لمين؟ مين؟ ايه ده حبيبي التنس، عندي تنس كام؟ بس لما اجي اكتبها تنس يعني معاها زيرو، تبقى 90. تنس يبقى معاها زيرو. خلصت التنس اروح لل 100، عندي 100؟ اه. طب لو ما عنديش خلاص اروح لل 1000؟ مش لازم. يلا عندي 100؟ ايوه. كام؟ 3. اهي هل اكتب يا مستر 3؟ لا ازعل. الله عليك، ال 100 معاها 20 يا مستر. خلصنا وانس وتنس و 100، نروح لمين؟ هنا ايه؟ هل اكتبه؟ لا. شكرا. باقي لي مين؟ 5. تنس يبقى 50000. حبايبي الراجل ده قايل لي 35,017,230. هو عايز ايه؟ هو عايزك حبيبي تعمل له اكسباندد فورم. يا مستر ده في ليتر دي اسمها يونت فور، بس انا هلعب بالشياكه. تلعب بالشياكه ازاي؟ يا مستر انا هاخد ال 230 زي ما هي، في مشكلة؟ بص بقى
17 1000 1000 how many zeros 3 الله يبقى انا هكتب 17 وادي زيروس 35 مليون يا مستر يبقى انا خدت ال 1000 بقى مين مليون يا مليون انت كم زيرو 6 يبقى انا ده مليون سوري سوري مليون يبقى انا هاجي اكتب 35 و 6 ايه زيرو ادي حبيبي ده عملت له اكسباندد فور. طب بس ممكن اسال سؤال؟ مش المفروض نعمله بالترتيب؟ لا مش شرط. طب حبيت ابدا بده قبل ده قبل ده انت حر. طب حطيت ده في النص وده في الاول وده في الاخر مش شرط. المهم انك تكون فاهم 1000 ايه هي؟ مليون ايه هي؟ عيله الونس كلها مع بعض. طب نكمل اخر واحده. ايه ده يا مستر ده كله؟ 2 مليارد 420 مليون بص بقى اعلمك حاجة حلوة بص حبيبي كل ما تلاقي النيم بتاع الفاميلي اعمل ستوب يبقى ده ستوب ايه ده؟ 2 ايه؟ مليارد 2 ايه؟ ماشي يبقى انا هاجي اقول ادي 2 يا مليار انت عندك كام زيرو؟ السويت ده بعتذر على الحمار اللي على صوته واديني بهزقه 420 مليون ستوب دي عيلة المليون عيلة المليون يبقى انا هاخد 420 ادي بلس 420 بس دي في عيلة مين؟ المليون عندك كم زيرو يا راجل يا طيب؟ عندي 6 رحنا بعد كده يبقى انا خدت فاميلي المليارد فاميلي المليون ورحنا في الفاميلي الثالثة بتاعت مين؟ الثاوزند عندك ايه يا مدام؟ عندي 352 ادي 352 بس في عيلة ال 1000 انت عندك كام زيرو يا عم؟ عندي ها؟ علي صوتك ايوه كده بص بقى اللي جايه دي 103 دي اخر حاجه عيلة الوانز 103 ادي يا مستر 100 وادي 3 يبقى انت كنت مديني وورد 4 خليتها لك اكسباندد كنت مديني يونت 4 عملتها لك اكسباندد كده خدنا كل الافكار حد بيقول لي انت خدت 103 كلها على بعضيها طب ينفع دي كنت اقول 100 بلس 3 ينفع كوريكت هنزل عشان تشوفوها